السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي برايمري فور. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض اختبار على يونت 1 طبعا في كتاب بيت باي بيت. نمبر 1 choose اختر to the right answer. نمبر 1 drink plenty of، وقلنا drink يعني اشرب، فعل أمر، اشرب كمية كبيرة من ايه؟ drink طبعا water مية. نمبر 2 I eat healthy food not I exercise، أنا اتناول او اكل طعام صحي، انا اتدرب بعمل كده وبعمل كده. جملتين ليهم نفس الفكره، الكلمه and. My nose is in the center of the، الانف تكون في منتصف ايه؟ في منتصف face، الوجه. match وصل. We chew food، احنا بنمضغ الطعام بايه؟ with our teeth، زي ما خدنا في الجهاز الهضمي. lungs، رئتين تبع الجهاز التنفسي. رئتين مالهم؟ We have two of these، عندنا اتنين منهم، دي رقم اتنين. Put green plants، ضع، الفعل put يعني يضع، كفعل أمر هنا في أول جملة بنا ضع، ضع نباتات خضراء فين؟ In your balcony، في البلكونة بتاعتك. Read and answer، اقرأ وأجب. My name is أحمد، اسمي أحمد. I like chicken and mangoes، أحب الدجاج والمانجو. I like drinking sugar cane juice، أنا أحب شرب عصير القصب. My brother Magdi likes rice and potatoes، أخويا Magdi بيحب الرز والبطاطس. We go to school by bus، نحن نذهب إلى المدرسة بالأتوبيس. We do our homework at 7 o'clock، بنعمل واجبنا الساعة 7 تماما. Answer، أجب على السؤالين دول من الفقرة دي. How do Ahmed and Magdi go to school؟ كيف يذهب أحمد ومجدي إلى المدرسة؟ حسب الفقرة هنا بيقول لنا We go to school by bus، بدل we هقول they وكمل باقي الجملة عادي. دي إجابة رقم number one. يبقى هقول في الإجابة عشان هنا بيسألني عليهم هما الاثنين، فهقول they بدل we. They go to school by bus، بالحافلة. number two. Who likes chicken and mangoes؟ طالما قال لي هو، إذا في الإجابة محتاج شخص، اسم شخص، عشان هو بمعنى من. من يحب الدجاج والمانجو؟ طبعا هنا بيقول لك I like chicken and mangoes، اللي هو مين؟ اللي هو أحمد. هشيل هو، أقول أحمد وكمل أحمد likes chicken and mangoes، ودي آخر نقطة. فهمنا يا شباب؟ يبقى هقول أحمد likes chicken and mangoes. السؤال الثاني على الفقرة ديت اللي هو صح أو غلط، true أو false. نمبر 3 بيقول لك هنا أحمد likes drinking apple juice، أحمد بيحب يشرب عصير التفاح. هنا لما نبص على الفقرة بيقول لك هنا I like drinking sugar cane juice، عصير قصب. إذا الجملة هنا يا شباب جملة false، خطأ. نمبر 2 أحمد and Magdi are friends، أحمد ومجدي أصحاب أصدقاء. لو بصينا يا شباب على الفقرة مرة تانية بسرعة هنلاقي هنا My name is أحمد كذا كذا، I like كذا كذا، My brother أخويا مجدي. إذن هما brothers إخوة مش friends، إذن الجملة برضو false، خطأ. Number 4 read and fill the gaps، fill in the gaps، اقرأ واملأ الفراغات بكلمة catch يصيد، grow يزرع، rich غني. The land in Damietta governorate is، الأرض في دمياط ومحافظة دمياط تكون in Trance. إحنا قلنا تعلمنا في درس بتاع دمياط، إحنا قلنا ساعتها إن الأرض تكون غنية ب، غنية ب rich in، غنية بالعناصر الغذائية. The farmers can rice، الفلاحين يقدروا الرز والطماطم والجوافة. يبقى rice الفعل grow، grow rice، ما ينفعش أقول بيصيد الرز ولا الطماطم. Fishermen fish، الصيادين بيعملوا السمك، catch بيصيدوا السمك. السؤال الصعب الباراجراف من خمس جمل عن the respiratory system، الجهاز التنفسي. ممكن تكتب الجمل بالاستعانة بهذه الكلمات: healthy صحي، stay away يبقى بعيدا، smoke الدخان، exercise تمرن، plants نباتات، drink water يشرب مية. نكتب الفقرة ونرجع تاني. أبدأ أول سطر أسيب مسافة، أقول I should، should ما أنا ينبغي. I should have a healthy respiratory system، ينبغي علي أن يكون لدي جهاز تنفسي صحي healthy. I always، دائما always معنى
I always أنا دائما stay away smoke. أنا دائما أكون أو أبقى بعيدا أبتعد عن الدخان. I exercise every day. أنا بتمرن كل يوم. I like to هنا في to T-O. I like to put هنا الفعل put يضع. أنا أحب أن أضع plants النباتات in my balcony في البلكونة بتاعتي. I always drink plenty of water. أنا دائما أشرب قدر كبير من المياه. هنا حرف الـ A. جينا لآخر سؤال عندنا اللي هو الترقيم. أول حرف بيكون capital و double capital بشكل ده يا شباب. وبعدين إحنا قلنا البلاد تبدأ بحرف احنا قلنا البلاد تبدا بحرف كابيتال. هنا الاي كابيتال جاهزه وعشان دي جمله عاديه في الاخر فول ستوب. وبكده خلصنا فيديو النهارده. اتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى اللقاء في يونت 2 باذن الله. باي.